كيوقع الحدث. اتصلنا بالعمل الشخصي، اتصلت بالسيد الوزير يوم الجمعة، طلبت منه اللي باش هو ثاني لقيته يعني متأثر للأمانة، لقيته متأثر ولقيته خذا الإجراءات نتاعو. يعني الكلام اللي قلت له لقيته ديجا خذا الإجراءات، وقلنا بلي باش نشوفوا هذا الأمر هذا، نشوفوه يعني بصورة دقيقة وبدون بلا ما تكون ضجة بلا ما تكون الآخر، وهي عن طريق ناس مختصين اللي يجوا يشوفونا. قال لي راني راح بعثت لجنة التحقيق، وانا هذاك هو المطلب تاعي، وقلت له تبعثنا لجنة التحقيق من أساتذة مختصين. وحقيقة كانوا فيها دو بروفيسور يعني في لا جينيكولوجي، هذا التخصص نتاع الولادات، اللي جاو وبعدهم جاو هنا وشافوا، واتصلوا بالاولياء المرحومين اللي كانوا عندي هنايا، وانا وجهتهم وقلت باش يستقلوهم باش يسمعوا لهم، وشافوا مع الطاقم الطبي وشافوا مع الطاقم الاداري تاع المستشفى تاع سليمان عميرات، وداروا الخدمه تاعهم. وتلاقيت معاهم البارح صباح، جاوني قدموا لي ترخر، قدموا لي حصيله تاع تاعهم، ودوك هما يجيو الاعداد تاع التقرير تاعهم المفصل، اللي هو تقرير تقني فيما يخص العمليه تاع كيفاش صارت العمليه من يوم 16 و17 ملي دخلوا المرحومات المستشفى، ربي يرحمهم ويوسع عليهم ويعطي الاهل تاعهم الصبر ان شاء الله. من يوم 16 و17 اللي كنا على حسب المعلومات اللي عندي اللي دخلوا المستشفى، حتى اليوم اللي توفوا يعني الخميس والجمعه كما صارت الحادثه تاع الوفاه، نقوم بوجود في تقرير مفصل ويعطوا السيد الوزير، وهو هو يزيد يشوف يتخذ القرارات المناسبه، ولو انه كان قرار اتخذناه مباشره قرار مشترك اللي هو كان ديجا في مخه، وانا اكدت عليه انه تاع مشكل قضيه تاع التسيير وقضيه تاع نقص الاطباء، ماشي نقص الاطباء بالصوره اللي في سليمان عميرات بالذات، لان ما تنساوش ان كنت نتكلم معكم على الاجراءات اللي راهي سبقت واللي راهي كاينه باش ما نظلموش برك الاخر.